السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا سالي، لو مرة تشوفي قناتي اسمها قناتي اسمها سهل وبسيط مع سالي سعيد، والصفحة على الفيسبوك اسمها سهل وبسيط مع سالي سعيد. اتمنى تستمروا في دعمكم للقناة وتدخلوا على الصفحة على الفيسبوك، فيها فيديوهات برضو تعجبكم جدا. هنعمل وصفة سهلة او بسيطة، هنعمل اصابع البطاطس او كروكيت البطاطس. معايا نص كيلو البطاطس المهروسة، سلقتها كويس جدا جدا في ميه فيها كده معلقه من الملح واستوت كويس، حطيت معاها مكعب زبده وهرستها كويس جدا جدا وهي لسه سخنه عشان يبقى قوامها كريمي كده وكل حته فيها تتهرس كويس، ميبقاش فيها قطعه مش مهروسه. حطيت عليها ملح، فلفل اسمر، وكمون، وحطيت بابريكا. لو تحبي تحطي توم بودره وبصل بودره هي تزود التطعيمه بتاعتها ويبقى تنكهتها كده كويسه. تمام، حطي وقلبتهم كويس جدا 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 مع بعض. معايا بقى الخطوة بتاعت البانيه اللي هي بقسماط ناعم وبيض ولبن ودقيق، ومعايا جبنة شيدر او جبنة موتزاريلا اللي انت تحبي تستخدميه. ممكن تعملي ميكس ما بينهم هما الاتنين، وممكن تحشيها بالعصاج بتاع اللحمة المفروم. احشيها زي ما تحبي، لو هتقدميها وجبة اساسية احشيها لحمة مفرومة، هتقدميها جنب اكل طبق جانبي كده هتبقى بالميكس الجبن، هتبقى حلوه جدا، او بالجبنه الشيدر بس. خدت جزء وكورته كده، عملته زي الكوره، وحطيت فيه مكعب من الجبنه الشيدر، هنزل بيه في الدقيق، ومن الدقيق على البيض واللبن. انا معايا هنا طبق فيه بيضتين، قلبتهم كويس جدا جدا مع ربع كوبايه لبن ورشه ملح ورشه فلفل اسمر، وهحط فيهم الكور البطاطس بعد ما حطيتهم في الدقيق، هحطهم في البيض واللبن، بعدين اطلعهم على البقسماط. والبقسماطين انا حاطه معاها معلقه من الفيجيتار عشان يدي لها تطعيمه حلوه جدا جدا، ويزود كمان من التوابل بتاعتها. تمام، قلبتها كويس جدا في البقسماط، وانا بقلبها كويس جدا جدا، بديلها الشكل الدائري او شكل الكوره عشان يطلع شكلها حلو متماسك زي ما انتم شايفين كده. تمام، زي الفل. الوصفه سهله وبسيطه جدا ومنقذة بصراحة. هعمل شكل تاني، شكل اللي هو الأصابع زي كده الكفتة، برضو نفس الطريقة. هاخد حتة كده واخليها مستطيلة، هحط فيها شريحة من الجبنة الشيدر وهقفل عليها كويس جدا جدا، وبرضو نفس النظام احطها في الدقيق بدون لبن بقسماط. زي الفل. تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم وعرفوا اصحابكم بالقناة، واتمنى تستمروا في دعمكم لقناتي ومتابعتكم لقناتي. حلوة جدا، وانا بحطها في البقسماط بسويها عشان تاخد الشكل المظبوط. بس كده معايا بقى طاسه فيها زيت وسط، ما يكونش درجه حرارته عاليه جدا عشان ما تاخدش لون او تتحرق بسهوله، لان الزيت يبقى هادي يبقى وسط عشان يطلع لونها جولدن كده وجميل ومقرمشه حلوه من بره ومن جوه، تبقى طريه كده وحلوه. طعمها كان حلو جدا جدا، جبنا الشيدر سايحه فيها وشكلها رائع، كانت بتبوظ كده وكانت فعلا حلوه جدا. جربوها بقى واستنى الكومنتس بتاعتكم واراكم على الفيديوهات بتاعتي، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. ما تبخلوش باللايك للفيديو واشتراك للقناه. باي باي.